يسأل عن هذا الحديث وشرحه، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. يسأل عن هذا الحديث، بارك الله فيكم. هذا الحديث ذكره البخاري بعد الحج، والأصل في الأسفار أنها تكون لمنافع، أما الذين ليسافرون لغير منفعة فإن سفرهم مكروه، وإذا سافروا إلى أمر محرم فإن سفرهم حرام. والعلماء قالوا إن ندب النبي صلى الله عليه وسلم سرعة رجوع المسافر إلى أهله يبين أن الإقامة أفضل من السفر، لأن السفر يمنع المسافر طعامه وشرابه ونومه، وليس معناه أنه يمنع أبداً، لا، لكن يمنعه من الارتياح معها والتبسط معها، وهذا كان قديماً واضح. أيام كان الناس يسافرون على جمال أو على خيل أو على حمير أو على أرجلهم، فكان السفر متعبا كثيرا. أما الآن أغلب الناس يسافر على طيارة، ومنذ أن يدخل إلى فندق، والفندق هذا يأكل فيه مما لذ وطاب، يعني بوفيه مفتوح وغيره، ولذلك يعني السفر الآن تغير وضعه عما كان قديما. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان ما يرتاح في طعامه وشرابه ونومه إلا إذا رجع إلى أهله. ولهذا يحثنا: إذا قضى أحدكم منه نهمته، يعني حاجته، فليعجل إلى أهله. عجل إلى أهله، يرجع الأوبة إلى أهله، لأن الإنسان في قامته يمارس عباداته بارتياح. أنت انظر الآن، أنت الآن جرب نفسك، هل عباداتك في السفر مثل عباداتك في الحضر؟ لا. مع أن سفرنا الآن مريح جدا جدا، يختلف أبدا. ما هل نومك في السفر مثل نومك في الحضر؟ أغلب الناس لا، لكن ما شاء الله بعض الناس مسافرنا أنا ويا واحد يقول: يا أخوي أنا نومي في مخباي، متى ما بغيت طلعت وقلت ورجعت. ما شاء الله. أي نعم. فبعض الناس مثل هذا الرجل نومه في مخ، لكن في بعض الناس لا والله يتقلب، يتغير عليه، يتغير يتعب، ما حصل نوم. صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا أقضى أحدكم نهمته من سفره، يعني حاجة من سفره، فليعجل إلى أهله، يعني يعجل الأوبة والرجوع إلى الأهل، لأن الأهل هو مكان الاطمئنان والراحة والعبادة. ولهذا ورد في حديث آخر: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقرن السفر وشوبه بالمرض. نعم. لأن هذه يعني يقلل العبادة. صحيح. يقلل العبادة. فيعني ينبغي لنا إخواني أن ننتبه: أولا لا نسافر إلا لحاجة، والسفر لحاجة ترى طيب جدا وفيه منافع، وأنتم تعرفون قول الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. ويقول أيضا: والعود في أرضه، يعني ترى الإنسان إذا ما غادر فالأسد لولا فراق الأرض ما افترست، أو الغاب ما افترست، والعود في أرضه نوع من الحطب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. ولذلك يا أحبابي ينبغي للمؤمن أن يعني يسافر وقت الحاجة ويستغل سفره. كان العلماء قديما يسافرون في طلب الحديث وفي طلب العلم وفي طلب التجارة وفي غيره،
وهذا مذكور في القرآن. الله تعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالذين يضربون في الأرض يعني يسافرون إما للعلم وإما للمال وإلا لغير ذلك. والإنسان إذا رزقه الله في بيته واطمأن فهذا في نعمة عظيمة. الله قال عن بني إسرائيل: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال العلماء في تفسير جعلكم ملوكا: إنما رزقه الله دارا إليها وزوجة يأوي إليها وخادما يخدمه، فهو داخل في هذه الآية. نعم.